خلي بالك بس عشان الازاز. افرد الخرطوم. افتح المايه يا طاير. ربنا اسد. لا 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 الحمد لله مفيش حد فوق. خليك موقف ايدك خمس دقايق كانك توصل فوتوغراف. ليه عاملها 3 ونص يا باشا اشتغل. اي حد حسبنا الله ونعم الوكيل. يا راجل كان اقفل باشا على 18 وهات لي المبنى كله مولع. اقفل افصل ورجع.